يسعد صباح كل مشاهدينا عبر التربويه السوريه، نرحب بكم مع بدايه حلقه جديده من برنامجكم التربوي المجتمعي لنتشارك معا. عايزه ان المشاهدين خلال زيارته لمدينه دوما، ووصف وزير التربيه الاستاذ الدكتور محمد عامر المرديني المجتمع المحليه والاهليه بانه مثال عظيم يعطي دروسا للعالم كله وليس للشعب السوري فقط في انتمائه وحبه لبلده وأهله. والحقيقة الهامة هي أن تاريخنا المتجذر بالحضارة لابد أن ينعكس في الأزمات. الحقيقة الجولة شملت مدينة دوما ومسرابة. الحقيقة المجتمع المحلي بيعطي مثل للعالم كله، مو بس للشعب السوري، عن حبه وانتمائه لبلده ولأهله ولناسه. حقيقة المبادرات المجتمع المحلي في ترميم المدارس والعناية بها والعناية بالأجيال القادمة مثال عظيم بيشعرني بالفخر أنه أنا رأس مؤسسة فيها هالتربية لأخذ هالبعد العظيم، وخاصة في وقت عم نعاني منه لحنا من حصار جائر ومن حرب ظالمة. مع ذلك الكل رجع واستعد ليمد إيده بالعطاء وقبل كل شيء بالانتماء، الانتماء لبلده. قلت كلمة مهمة جدا، لحنا تاريخنا الطويل، لحنا في الحضارة اللي عمره 10,000 سنة لا بد إلا وينعكس، وخاصة في وقت الأزمات. الحقيقة الأزمات أو الحروب دائما فيها إشكالية أنه التعليم هو أول ما يتأثر وآخر ما يتعافى. بس أنا واثق جدا جدا جدا، أنا بعد ما شفت الأهالي اللي أنا بقدم لهم تحية من القلب يعني، ولكل الكوادر التربوية في ريف دمشق بشكل عام ودوما ومسرابة، مثل ما شفنا بمدن ثانية مثل النبك، بدي أنا أوجه لهم كل رسالة شكر، وبتمنى فعلا أنا أنه هالحالة هي تكون حالة عامة. هي أكيد حالة عامة بس لسه ما لها ظاهرة للإعلام. نحن حنحاول ندور نحن في كل المحافظات السورية لنشوف مقدار مساهمة المجتمع المحلي في العملية التربوية. شكرا جزيلا، وبتمنى إن شاء الله انه هالجيل هذا يحس فعلا بقيمه اهله وناسه اللي هن عم يدعموه بوقت صعب عم نعيشه نحن فيه. أكيد منضم صوتنا لصوت السيد وزير التربية الأستاذ دكتور محمد عامر المرديني لحتى نقول إن شاء الله يا رب يكون هيك هالجيل اللي عانى وهو يمكن أثبت قدرته وجدارته، هالشريحة الشبابية اللي فعلا تخطت انه هي كونها انه هي خلينا نقول جيل الوجبات الجاهزة، لا هو صار على المحك، صار بالتحدي الأكبر لأنه عاش يمكن ظروف كتير صعبة قدر يطلع منها. التعويل على الجيل اللي بعد خلينا نقول اللي هو بمرحلة العشر سنين 15 سنة، منقول هدول كمان لازم ننتبه عليهم ولازم هنن كمان ينتبهوا علينا، لأنه يعني التعاون قانون الطبيعة، إذا كان في تشاركية فأمورنا تماما بخير. أعزائنا المشاهدين من جديد أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم التربوي المجتمعي لنتشارك مع ضيوف هذه الحلقة هنا في الاستوديو ومن حلب، كل من المختار محمد أحمد حاج جنيد من المجتمع المحلي بريف حلب. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا يا مختار، أهلا وسهلا فيك. سلام. يعني من الدويرينة جاي لعنا. من الدويرينة هلا رح نعرف اكثر عن الدويرينه. ايضا بيسعدنا مشاهدينا يكون معنا ضيف عزيز وكريم المختار خالد عثمان من المجتمع المحلي بمدينه حلب. اهلا ومرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا. كمان من الدويرينه ولا لا؟ المختار حي المشارقه. المشارقه تماما. اهلا وسهلا بحضرتكم. ايضا مشاهدينا رح يكون معنا كل من مدير التربيه الاستاذ مصطفى عبد الغني مدير تربيه حلب، ايضا الاستاذ فيصل حومد مشرف المجمع التربوي بسمعة
جمعان الشرقي. أيضا رح يكون معنا ضيف الحاج عبد العزيز بلوى من المجتمع المحلي بمدينة نبول. بإمكان أي مشاهد، أي متابع على الفيسبوك، أي متابع على قناتنا عبر اليوتيوب، بمجرد ما تكتبوا التربوية السورية بتطلع عندكم. واليوم يعني أكيد كلاتنا متابعين ل يعني اليوتيوب، وأيضا على الفيس الفضائية التربوية السورية الصفحة الرسمية. بإمكان كل متابع حسب طريقته أو حسب الطريق اللي بيسلكه أنه يتابعنا، إن كان على الفيس، إن كان على اليوتيوب، إن كان مباشرة على التلفزيون إن أمكن له بوجود الكهرباء. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، أيضا بضيوفنا الأعزاء. نبدأ مع حضرتك، خبرنا عن دويرينة، وين هي دويرينة؟ دويرينة حي من أحياء المدينة محافظة حلب. هي في الطرف الشرقي لمدينة حلب، شرقي المطار حلب الدولي بخمسة كيلومتر، على أوتوستراد الرقة دير الزور. من عنده بصير مفرق بفصل، بيطلع على طريق الحسكة، على طريق الحسكي الباب الحسكي. يعني انتم تقريبا اخر شيء يعني بحلب، اخر حي من احياء المدينه. نعم تماما، اهلا وسهلا بحضرتك. هلا بعد ما تعرفنا على هي الجغرافيا، خلينا نقول الجميله من ارض بلادنا الحبيبه سوريا، خبرنا قد ايه دور المجتمع المحلي فاعل، وانتم اللي عم بتقوموا فيه قديش عم يعني تلاقوا هي النتيجه الايجابيه يعني تقطفوا الثمار خلينا نقول من هذا التعاون. بداية نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فلولا بركة دمائهم ما استطعنا أن نسافر من حلب إلى دمشق وأن نجلس في هذا الاستوديو ونناقش المواضيع الخدمية والتربوية وغيرها. صحيح. ونؤكد أن الأساس في إنجاز العمل في كل المراحل هو الدولة ومؤسساتها، وهذا لا يعفي المجتمع الأهلي والمحلي من القيام بواجباته تجاه بلده وأهله. ومن هذا المنطلق نحن في حي الدويرينة كنا الرديف الخدمي والمؤازر لكافة مؤسسات الدولة للنهوض بالواقع الحياتي والمعيشي والخدمي والتعليمي، ولا سيما إن مؤسساتنا الحكومية بعيدة التحرير كانت هشة بفعل التدمير الممنهج الذي قام به الإرهاب على كافة المرافق الخدمية والبنى التحتية. تمام. شبكات الكهرباء والمياه والطرقات والطرقات والأبنية والمشافي، حتى الصرف الصحي بالإضافة للمساجد والمدارس. تمام. التربوية والمعامل وغيرها. تمام. حتى المنازل يعني. اتهجرتوا وطلعتوا من دويرينة بوقت من الأوقات؟ طبعا طلعتوا. طلعنا. بأي سنة كان هذا الكلام؟ نحن أجتنا، دخلوا علينا الإرهابيين بالشهر 12 بال2012. دخلوا لعنا الإرهابيين بشهر 12 بال2012، دخلوا وخرجنا من شدة البطش والتخريب والبطش فنزحنا كل الحي. نزحنا كل الحي لشهر 11 2013، بسواعد الجيش العربي السوري والقوى الرديفة، اللي قدرنا نرجع نعود للحي. حلو. بس بهالفترة اللي مضت كان الحي أرض لمعركة، أرض لمعركة حقيقية. تمام. فتم التدمير البنية التحتية فيها بشكل كبير كتير للأسف. يعني وقت اللي رجعتوا، ورجعنا ودخلنا على الحي، الحي مدمر، وأنا كنت من أول الناس اللي داخلين على الحي. أنا أول الناس اللي دخلت مع الجيش العربي السوري على الحي. فدخلنا يعني البنية مدمرة تماما. ساعدنا شوي شوي
لنفتح يعني مجال نقدر نرجع عن البيوت. منا نهيئ شيء من الحياة. طبعا هون لا ضل مي ولا ضل طرقات ولا ضل هذا، فأول ما باشرنا إنه بس نفتح طريق لنقدر نفوت كذا. كهرباء، كل شيء مدمر، كل شيء مدمر. فتحنا طرقات، دخلنا شغلنا مثلا أول ما على مستوى بسيط مضخة مي بمولدة صغيرة، بس لا تكفينا نحن اللي داخلين لنشتغل على إعادة صحيح. الحي. يعني شغلنا مضخة مثل ما يقول غاطسة ومولد مازوت وكذا، وهذا وصار نضخ كهرباء نولد. شوي شوي صرنا نفتح رجعت. الطرقات، نفتح الطرقات بإمكانيات ضعيفة جدا. يعني كانت الآليات معدومة أو مسروقة أو كذا مثل ما شفتوا أنتم. فتوصلنا لبوك، هي آلية بوك صغير هيك مثل تراكس صغير، بوك وتراكتور بإمكانيات ضعيفة جدا. لحتى تدخلوا نفتح منها الطرقات وننظف ونشتغل شوي شوي، لبين ما الأمور يعني باشرت شوي شوي هيك، نباشر نصلح شيء يسير نقدر نبرك كعدد بسيط. يعني عدد بسيط باشرنا وها. فالحمد لله يعني كان عنا إيمان وهيك، يعني ثقة إنه إن شاء الله بدنا نرجع إن نبنيها، شاء الله. إن شاء الله بدنا نرجع نبنيها. وبلشت بقى رحلة يعني باشرنا إعادة الحياة باشرنا أكيد. طيب أيضا المختار خالد عثمان أيضا بيحيي هاي المشارقة. المشروع فضل حالك. تمام. يعني دور المجتمع كيف كان؟ احكي لنا عن هذا الحي. هذا الحي له خصوصية، يعني الحي كله متكاتف مع بعضه، الأهالي بيساعدوا بعضهم، بأي واحد بصير معه ملمة بشي، أي أمر بيساعدوا بعضهم، يعني حتى بدون ما حدا يعرف، يعني بدون حدا يعرف من إنه مين اللي يساعد التاني. خصوصية خاصة بكل خصوصية قرية. خاصة أيوة. كأنه لأنه بكل القرى. وفي عنا كبارية بالحارة، يعني هم من العائلات الكبار، هم كانوا يساعدوا، يعني يساهموا بالقدر الأكبر من المساعدات. يعني الوجهاء القدوة. وجهاء القدوة أيوة. حلو تمام. يعني موجودين ونحن كتير بنفتخر نحن. بس اسمها تفضل. زيارة السيد الرئيس إنه بالوقت الزلزال زار الحي، وهي مكرمة إنها كبيرة، يعني وأهل الحي كتير يعني صار عندهم معنويات أكبر كبيرة، خاصة وقت الزلزال بتعرفي. يعني إحنا حي المشاعر حينا صحيح. نحن 74 شهيد عنا بالحي ببناء واحد، الله يرحمه، يعني أكثر شهداء على مستوى يمكن سوريا. وزيارة السيد الرئيس كانت بلسم شافي لأغلب العائلات الموجودة تمام. وحتى النازحة. وبالنسبة للأمور الثانية، يعني نحن بأي مناسبة أي حدا بصير معه ملمة قبل أي شيء. الزلزال كان في شيء من الإرهاب؟ كان في شيء من ال هلا نحن بداية قبل كان نحن خط تماس بيننا وبين المنطقة الثانية، كان في أكثر الخط التماس كله كانوا نازحين من بيوتهم بعد تحرير حلب، فرجعوا كل الناس على بيوتهم ورمموها وقعدوا فيها، تمام. وزاد الحركة السكانية عندنا، وعندنا حركة تجارية كويسة بالحي. حي المشارقة أي المشارقة أيوة. تماما. هلا ايضا يعني من الدويرينة لحي المشارقة لنبل، خلينا نستأنس بمداخلة من الحاج عبد العزيز بلوى من المجتمع المحلي بنبل. يسعد اوقاتك، اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد اوقاتك يا انسي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نبل؟ نبل والزهراء هن كأهل سوريا طيبين بخير وألف خير إن شاء الله. أكيد هذا عشمنا وهذا أملنا إنكم إن تكونوا شاء أنتم الله. بخير إن شاء الله وأنتم بخير. بمناسبة أعياد آذار المجيدي نقول للوطن وقائد الوطن كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. وأنت بألف خير. خبرنا عن نبل، كيف هي؟
يعني اليوم الناس هن الموسم الأجمل ببلادنا، نحن بنتغنى ببلادنا. يعني اليوم مثلا عم يحكي المختار خالد عثمان عن المشارقة، عم يقول لها خصوصية انه متكاتفين بالملمات، متكاتفين مع بعض حتى بالأفراح، بالأتراح ايديهم بعض. قلت له هي خصوصية خاصة بكل قرية وبكل مدينة. الحمد لله مجتمعنا حي ومجتمعنا فاعل ومتفاعل. خبرنا عن نبول، عن دور المجتمع المحلي بأنه يكون داعم لمؤسسات الدولة، داعم للحياة الصالحة والنبيلة. نعم، في نبل والزهراء من بداية الأزمة 2012 شكلت لجان لدعم المجتمع المحلي، فبلشت التواصل مع مؤسسات الدولة لدعمها، وخاصة نبل وزهراء كانت في منطقة حرجة تحاصرت في لمدة 4 سنوات تقريبا. فكان المجتمع المحلي هو الداعم للقطاعات الحيوية في الدولة، وقطاع التربية هو أكبر قطاع، فما انقطع التعليم والدعم للقطاع التربية حتى في أصعب ظروف الحصار على نبل وزهراء. فكنا كمجتمع محلي دائما بزيارات والتواصل مع المدرسين، تأمين الدعم المادي والمعنوي لكل المدارس، لاستمرت العملية التربوية وحتى تاريخي اليوم. حلو، حلو هذا الكلام. يعني قديش بنلمس هذا يعني النتائج الإيجابية وقت اللي بيكون في تعاون، وقت اللي بيكون في يعني خلينا نقول هي المبادرات الطيبة. خبرنا عن المبادرات الطيبة عندكم بمدينة نبول. المبادرات للمجتمع المحلي وخاصة شركة الفاضل هي الداعم الأساسي بهذا المجال لكل مؤسسات الدولة الموجودة في المنطقة. فنحن كمجتمع محلي يعني قمنا بدعم المدارس كل ما يلزمها من إصلاح المقاعد، النوافذ، الأبواب. تماما، هي سنوية. يعني شركة شركة الفاضل هي شركة تجارية لكن من نبل، هي أحد أكبر الداعمين للمجتمع المحلي في نبل والزهراء. تمام تمام، وهي اللي بتدعم هذا يعني من المجتمع، هي اللي بتقدم الدعم الأكبر في هذا المجال. من حضرتك من إصلاح نوافذ، يعني الأبواب، نوافذ، الصرف الصحي، كل ما يلزم المدارس، الكهرباء، كل هذا جاهزين نقدمه. بالإضافة يعني في مدرسة الأنشطة الطلاعية هي تأسست كاملة، صار لها سنتين تقريبا، هي جهزت تجهيز كامل، هي مدرسة أسسناها، مدرسة أنشطة كمان من المجتمع المحلي. تمام، حلو هذا الكلام. بالنسبة يعني نحن إذا بدنا نحكي عن القطاع التربوي، عندكم تحديات مثلا من جهة نقص كوادر تدريسية، كوادر إدارية، في ولا لا؟ يعني من المجتمع المحلي أنتوا عم تسدوا هذا النقص ولا كيف عم تشتغلوا بهذا الموضوع؟ لا، الكوادر التعليمية عندكم نقص فيها؟ لا، ما عنا بالعكس، عنا فائض من المعلمين بنبل الزهراء. حلو، يعني أكثر عنا من 80 معلم عم يدرسوا بالريف الشمالي تقريبا لواصل لحدود أعزاز. حلو، ونحن كشركة عم ندعمهم بأجور النقل، لأن اليوم المعلمين اللي عم يدرسوا بهي المناطق يعني في منهم شي 12 كيلو في 15 كيلو اليومي، فنحن كشركة عم ندعمهم بمصاريف النقل اليومي. يعني هل هي يمكن الفاضل للشحن والنقل؟ فاضل للصرافي والحوالات الدولية. تماما تماما، إن شاء الله يا رب هيك يعني موفقين دائما وأبدا. نتمنى دائما الأيادي تمتد للخير. يعني ما بعرف إذا يعني إلك حاج عبد العزيز عندك تشبيك معين مع وجهاء المجتمع المحلي، إن كان بدويرينة، إن كان بحي المشارقة، إن كان بأحياء خلينا نقول يعني الريف القريب منكم، عندكم تشبيك؟ نحن بالريف الشمالي، الريف الشمالي يبعد عن الريف الشرقي والجنوبي. والله يعني بعرف بس انه في تشبيك معين يعني بالاحياء القليل يعني القريبه منكم، في تشبيك، في يعني بتحكوا مع بعض وبتتواصلوا مع بعض، بتقولوا نحن هون لازم نعمل هيك او لازم نعمل هيك، يعني كمخاتير كوجهاء؟ نحن
نحن التواصل الدائم هو مع مخاطير المنطقة، صح؟ تمام، حلو هذا الكلام، موفقين إن شاء الله. شكرا لحضرتك الحاج عبد العزيز بلوى من المجتمع المحلي بمدينة نبول. شكرا. شكرا لك. شكرا، يعطيك الف عافيه. بنرجع لكم ضيوفنا الاكارم لحتى ندخل بتفاصيل اكثر، يعني بنبدا مع حضرتك المختار محمد احمد حاج جنيد من دويرينه لنحكي تفاصيل يمكن شبابيك، او خلينا نقول حضرتك قلت رجعتوا على يعني منطقه او حي ركام خلينا نقول. نعم. وفي كثير من التحديات بلشتوا. نعم. شوي شوي لحتى ترجع. طيب. نعم. كان في بعد ما يعني مشي الحال انشقت الطرقات عن جديد رجعوا الاهالي، كان في اولويه اللي هي انكم شو تعملوا؟ المدارس. تمام؟ المدارس شو اشتغلتوا فيها؟ لان احنا برجعتنا رجعتنا انقسمت على مرحلتين. تمام. المرحله الاسعافيه اللي هي نقدر نرجع نعيش لو حياه جدا بسيطه. تمام. بما فيها بعد شق الطرقات وتأمين توليد كهرباء عن طريق الأمبيرات وضخ الماء عن طريق يعني بالأعمال البسيطة مثلا عن طريق غطاسات وكذا وهذا. في هذا الأمر اشتغلنا على مرحلتين، نحن في حينا اشتغلنا على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة إسعافية. بالمرحلة الإسعافية نحن أمننا الماء عبر المضخات وكذا، فتحنا الشوارع، المهم وصلنا لوين؟ لمرحلة تأسيس المدرسة. مدرسة مدمرة ولا يمكن بوقتها إمكانية الدولة إنه تعيد المدارس كلها دفعة واحدة أو كذا أو هيك. فنحن اضطرينا نجهز بيوت غرف من بيوت سكنية. تمام. أنا جهزت عندي بيتين ينبع بعضهم، جهزت لهم 10 غرف صفية وسويت لهم إياها مدرسة مؤقتة لمدة 4-5 سنوات. حلو. جهزت لهم إياها وأقمنا فيها التعليم على فوجين. العشر غرف صفية على فوجين صارت معنا 20 شعبة. 20 شعبة. العشرين شعبة اللي هي دوامين يعني. إيه؟ احتوينا فيها. تمام. احتوينا فيها التعليم الأساسي اللي هو الحلقة الأولى والحلقة الثانية. حلو هذا الكلام. طيب أيضا يعني سيد خالد احكي لنا عن المشارقة، حي المشارقة. حي المشارقة نحن عندنا كان عندنا مدرسة ابتدائية هي مدرسة زيقار، كانت وقت الحرب وقفة يعني ما في. تمام. التعاون بين المطالبات مع مدير التربية والمحافظة. تم إعادة تأهيلها وعودة الخدمة، وهي حلت معنا مشكلة كبيرة يعني، لأني الطلاب كان يقطعوا شوارع ويصير حوادث، فصارت سهولة وصول الطلاب من حي بستان الزهرة. هي كانت حي بستان الزهرة والمشارقة حي واحد، فكان يصل الطلاب صارت سهلة لهم. وبنا عنا بالمشارقة في مدارس أغلبها ما فيها كهرباء، فنحن أمننا لهم الكهرباء من المولدات الأمبير. تمام. مع تمديد شبكة كاملة لبعض المدارس من الكهرباء واللمبات وكل شيء يعني، إنارة كاملة. وحتى في مدارس احنا عملنا لها صيانه صحيه. طيب. ادوات صحيه. ايش في تخبرنا كم مدرسه عندكم بال؟ عندنا 7 مدارس. 7 مدارس، لانه ذكرت حضرتك بالبدايه الابتدائيه اللي هي كانت. عندنا 3 ابتدائيات. 3 ابتدائيات. ايوه. الابتدائيات اللي نحن بنقولهم حلقه اولى. حلقه اولى. وحلقه ثانيه. ثاني الاعدادي. تمام. الاعدادي عندنا مدرسه بنات هي حلقه ثانيه، ويعني اعدادي وثانوي. تمام. فيها وعندنا مدرسه ذكور ثانوي واعدادي. وعندنا مدرسه ثانويه تجاره. وعندنا ثانويه صناعيه ومعهد صناعي. حلو. طيب قديش كان في يعني هون وعي من قبل الناس؟ وهذا دائما بنعول نحن على الوعي الموجود عند الناس. لجهه التربيه والتعليم انه هي الاولويه، انه الحياه بتعرف فيها كثير من القطاعات، فيها كثير من المناحي، فيها كثير من الدروب، لكن الدرب الاجمل اللي شفناه ولاحظناه أولوية عند كل الناس المدرسة. عند أولوية عند كل الناس، لأن الناس بدها أولادها تتعلم، والتعليم بالخاص غالي كتير يعني مصاريفه كتيرة،
وعندنا ككادر تدريسي بالمدارس اللي عندنا يعني مو من احنا نقول ممتاز او بامتياز، بس عندنا في بعض المدرسات والمدرسين هن بدرجه امتياز، وعندنا حتى في بعض ادارات مدارس عندنا ممتازين يعني بعض ادارات مدارس، يعني تنظيم عندهم المدرسه، نظافه، متابعه، حتى متابعه معنا يعني كل مدراء مدارس اغلبهم بيتصلوا معنا اي شيء بيلزمهم من خدمات من شغله من عمله نحن كله بنأمن لهم اياهم. حلو هذا. وفي تعاون بين المحافظه والمديرية الخدمات المسؤوله عنا بالحي، مدير مركز المدينه، فبيقبلونا كل طلبات، فنحن بنكون وصل بين الاطراف كلياتها. حلو هذا الكلام. طيب خلينا ايضا نستأنس بمداخله من الاستاذ مصطفى عبد الغني مدير تربيه حلب. سعد اوقاتك استاذ مصطفى. اهلا وسهلا، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. كيف حلب؟ كيف مدارس حلب؟ المشاهدين تماما جميعا اهلا وسهلا بحضرتك، خبرنا عن حلب ومدارس حلب. اهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله، كما تعلمين العام الدراسي اوشك على نهايته. طبعا بجهود كبيره وتنسيق عالي ودعم من كل الفعاليات والقطاعات والمؤسسات الخدميه ووزارة التربية ومحافظة حلب، كان هناك جهود كبيرة من الجميع حتى تمكننا من متابعة العام الدراسي بالشكل الأمثل بعد كما تعلمين حرب ظالمة وقاسية استمر في ما زاد عن 10 سنوات، إضافة لذلك زلزال مدمر أصاب محافظة حلب في العام الماضي أدى لخروج عدد كبير من المدارس. طبعا كنا نعاني سابقا من المدارس الخارجة عن الخدمة نتيجة الحرب الظالمة وأتبعها أيضا الزلزال، وأدى إلى أضرار كبيرة تقريبا أو بالتحديد 1019 مدرسة تضررت، ما بين أضرار خفيفة وأضرار متوسطة إلى كبيرة نوعا ما، وأدى إلى خروج بعضها عن الخدمة. كان هناك جهود كبيرة جدا لترجع على الخدمة من المجتمع المحلي، من المؤسسات الخدمية في محافظة حلب، من وزارة التربية والمحافظة ممثلة بجميع مديرياتها والقطاعات الخدمية، حتى تمكنا من إعادة العدد الأكبر من المدارس إلى الخدمة، وصار العام الدراسي بشكل جيد، والآن العملية التعليمية مستمرة. 1881 مدرسة حاليا بالخدمة، تقريبا 600,000 طالب وطالبة يتلقون الخدمات التعليمية بشكل جيد في ضمن مدارس محافظة حلب. جميل هذا الكلام، وإن شاء الله يا رب يعني بلقاء قادم إن شاء الله إنه يكون في يعني كلام من حضرتك تقول كل مدارس حلب رجعت للخدمة وما في أبدا أيام شكل إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. خبرنا عن نوع المساهمات المجتمعية اللي قام فيها المجتمع المحلي، وحضرتك يعني أتيت على ذكر هذا الأمر وعرضت بحديثك بقى، خبرنا عن نوع المساهمات كيف كانت؟ هناك دعم متواصل ودائم من المجتمع المحلي لرفع جودة العملية التعليمية بالشكل الأمثل. سواء كما ذكر، أردنا أن نذكر بالتحديد الصيانات الخفيفة للمدارس، ما تحتاج كما ذكر الأخوة الكرام الموجودين لديك في الاستوديو أو الموجودين هنا في مكتبي، كان هنا عدد لا بأس به أو عدد جيد من الكبار ممثلي المجتمع المحلي ساهموا بأعمال صيانة خفيفة للمدارس، سواء من ترحيل الأنقاض أو صيانة المقاعد أو صيانات الكهربائية أو صيانات المطارق أو التمديدات الصحية أو الزجاج، كل ما يلزم المدارس العاملة، كل الأعطال الطارئة التي تحدث في هذه المدارس، هناك أشخاص محبين أصدقاء للمدارس يساهمون بشكل فوري في أعمال الصيانة. تمام. السريعة. يعني ربما لجان أصدقاء المدارس يعني حتى ولو كانوا بالعدد يعني عم نقول نحن 4 5 6 7 وإنما هن بيمثلوا مجتمع حي وفاعل يعني وكلهم من يعني البيئة اللي هو منا. تمام. أطلقنا مع بداية هذا العام الدراسي ما أسميناه لجنة أصدقاء المدرسة، في كل مدرسة يتواصل مدير المدرسة والموجه التربوي والمشرف أو الاختصاصي المشرف على هذه المدرسة مع أعضاء لجان الحي، ويتناقشون ويتحاورون بكل ما يلزم هذه المدرسة لتكون لرفع جودة العملية التعليمية فيها، وتكون المساهمات كلهم
في اختصاصه وكل من وفق ما يستطيع. أكيد. أيضا كان هناك في ضمن عدد من الأرياف أو حتى ضمن المحافظة كان هناك تأمين لوسائط النقل، تأمين للمستلزمات العملية التعليمية من قرطاسية، تأمين حماية لهذه المدارس. في بعض المدارس في الأحياء المتطرفة كانت تتعرض للسرقات بشكل دائم، فهناك أعضاء من لجان الحي مع المخاتير مع الوجهاء ساهموا لحماية هذه المدارس ومنع التعديات والسرقات المستمرة عليها. أيضا النظافة المستمرة لمحيط المدرسة، وهذا ضروري وبشكل يومي أن يكون هناك حملات نظافة مستمرة لمحيط المدارس، فأيضا ساهم بها عدد كبير من المجتمع المحلي. إضافة للمساحات الخضراء الصديقة للأطفال أيضا ساهم عدد من وجهاء الأحياء والمخاتير في تأمين بيئة خضراء تحيط المدارس أو ضمن المدارس أيضا ليتمتع بها أطفالنا وتكون بيئة صحية للتعليم. حلو هذا الكلام. طيب كيف بتقيم حضرتك يعني هي التشاركية والمبادرات الطيبة اللي كانت بدويرينة وإن كانت بحي المشارقة، يعني كيف كان تقييمكم له؟ حقيقة من أكثر الأشخاص المحبين والمتابعين للعملية التعليمية والحريصين على جودة العملية التعليمية في مدارسهم هم مخاطير حي الدويرين ومختار حي المشارقة. أراهم يوميا يتواصلون معي بشكل شبه يومي، متابعين لكل أدق التفاصيل في مدارسهم ونتعاون ونتشارك معهم بشكل دائم، وهم حريصين جدا جدا على رفع الجودة التعليمية ضمن المدارس الموجودة ضمن قطاعاتهم، ويسعون لتقديم كل ما يلزم سواء للمعلمين أو للطلاب من قرطاسية من لوازم العملية التعليمية لتحسين البيئة التعليمية كما ذكر. فهم الشكر الجزيل والتقدير لهم، هم متابعين بشكل دائم وحريصين على نجاح العملية التعليمية ضمن أحيائهم. تمام. طيب إلى أي حد ساهم دور المجتمع المحلي بسد نقص لجهة بعض المدرسين الاختصاصيين خلينا نقول في بعض الحالات، يعني أو في بعض يعني القرى أو حتى النواحي أو حتى المدن؟ هناك حالات عديدة جدا كما ذكرت حضرتك، سواء بالأحياء المتطرفة البعيدة عن مركز المدينة والتي عانينا فيها بشكل كبير مع بداية العام الدراسي بتأمين المدرسين الاختصاصيين، كان هناك مساهمة فعالة من المجتمع المحلي بحيث يكونوا هم على تواصل مع المدرسين أو طلاب الجامعة الاختصاصيين الذين يرغبون بالعمل ضمن مديرية التربية بنظام الساعات أو نظام الوكالة الاختصاصية لنتمكن من ملء جميع الشواغر. فضمن الأرياف أو ضمن الأحياء كما ذكرت المتطرفة كان للمجتمع المحلي دور فعال في هذا، فهم على تواصل مع الأهالي وهم يعرفوهم أكثر من مديرية التربية، فكان لهم الدور في تشجيعهم على ضمن نظام الوكالة حتى تمكننا من ملء جميع الشواغر سواء بالأرياف أو في حلو المدينة. جميل هذا الكلام، نتمنى لكم الخير والتوفيق في هذا يعني التشبيك وهذا العمل التشاركي لأجل دفع مسيرة التربية والتعليم إلى الأمام. شكرا لحضرتك مدير تربية حلب الأستاذ مصطفى عبد الغني. الشكر الجزيل لكم. شكرا. نرجع لكم ضيوفنا الكرام لحتى نحكي أكثر عن يعني حضرتك مختار، فبمجرد ما نقول مختار يعني من الوجهاء، يعني إن لم تكن الأبرز يعني حضورا في دويرينة، فقديش يعني بتكون مثلا فاعل؟ شو هي يعني بده يكون هون؟ لازم يكون في مواصفات معينة لأنه يستقطب الناس، يستوعب الناس، مطالب الناس، حاجات الناس، يوصلها للمعنيين والمسؤولين، بالإضافة لأنه يكون هو يعني خلينا نقول بدوره، حتى يمكن يكون هو يعني التقينا بكثير من الأشخاص بيقول أنا بيتي عامله مثلا مثل مدرسة صغيرة لأنه أولادي مثلا بيدرسوا أولاد الحي. فما بعرف شو بتقول عن هذا الموضوع السيد محمد؟ هلا بالنسبة إن نحن بحي دويريني باعتبار المنطقة بعيدة شوي عن المدينة، انجبرنا تسهيل لعملية المواصلات للمعلمين، تسهيل لعملية المعلمين.
أمنت شقق سكنية لمين؟ للمدرسين لمعلمين. يعني مثلا كان عندي أنا معلم فرنسي، أمن له شقة سكنية، زوجته معلمة لغة عربية، تستثمروا هذا في العام. بيت واحد يعني استفدنا من معلمين اثنين. أنا في بيوت كثيرة مدرسين كثير ابتدائي، هي المعلمات أو معلمين مقيمين، أمنت لهم بيوت طبعا بدون آجار بدون كذا، وأمنا لهم كهربتهم وميتهم وكذا، مقابل يخدمونا في الأولاد، في أولادنا، في أولادنا. مثلا في عنا أجتنا معلمات، أجونا معلمات وافدين من المحافظات. هدول المعلمات يعني جاية معلمة من محافظة، طبعا شو راتبها لا تستأجر وكذا، فأمنت لهم مثلا أنا شقة سكنية، شقة سكنية كانت تبرك المعلمات بشقة سكنية هي مخصصة للمعلمات، في من كل شيء، يعني من فرشة لا تدفئت لا كهربتا ميتا حتى الباب المعيشي. تمام فيها. حلو. يعني فهي باب ترغيب، ترغيب لها، ومنهم بعضهم أقاموا عندي في البيت. حلو. أنا واحد من الناس أقامت عندنا. كونه المختار، يعني أنا يمكن كنت يعني نسمع هيك الأقاويل إنه كانوا يدرسوا مثلا، خاصة اللي بيكونوا من محافظات بيكون في مطلوب منهم يدرسوا لسنوات معينة، إن كانت عازبة أو حتى إن كان أعزب كشاب. تمام تمام. فبيروحوا بيقعدوا عند المختار، إن كان بريف دير الزور أو حتى بالرقة بإدلب، حتى في منهم بتزوجوا، يعني بتزوجوا صحيح وبيقعدوا. يعني شوف كيف نحن مجتمع، مثل ما ذكرنا ومثل ما كلياتنا بنعرف إنه نحن متفاعل وفاعل يعني وحي، يعني بنحكي بنتواصل مع واحد بعض. تماما تماما. وهذا العدد كبير أنا عندي في الحي. يعني أنا هذا العدد كبير عندي أنا في الحي، إنه معلمين عم يخدموا بنفس المدارس. فيعني ها نوع من انواع اللي حاولنا نخدم فيها. صحيح. طلابنا ونحبب لها. بالمرحله الثانيه نحن نساهمنا بتامين مكاري، مكرو هذا سيرفيس. نساهم بمساعده الآجار، نقل هالمعلمين اللي بروحوا وبرجعوا للمدرسة، لأني راتب المعلم اليوم ضعيف جدا. حلو. يعني شوف، وإذا ما حطينا ساعدنا معه فمن باب أولى، يعني ما يجوا على العمل أو ما يساب لهم. تمام. رغبة بالعمل طبعا. يعني فهذا العمل أنا اشتغلنا فيه. حلو. هذا اشتغلنا في إضافة، إنه إضافة لأنه يعني إيش بلتزموا بالمدرسة من كل شيء كنا نساعد فيه مشان نخفف عبء عن المدرسة. حلو. وأنتوا كمان نفس الشيء، نفس الأمر، نحن منساعد بالمدرسة بداية العام، منوزع قرطاسية حسب الإمكانات المتاحة يعني للطلاب، دفاتر وقلم وأحيانا من حقائب، وحتى يعني بجامعات الرياضة من ميسورين بالحي. أنا كثير بتشكر، حد عندي أهل المولدات كلهم بيساهموا، وعندي حجار الديكور وبيبي للألبسة البيجامات الرياضة وحسام سودة، هدول الداعمين الأساسيين عنا بالحي لأي عمل خيري وأي عمل للمدارس مباشرة مباشرة، ولا بيناقشوا نهائيا، وحتى داعمين بأي وقت، يعني أي وقت تطلبي منهم داعمين، حتى في يعني أي مولدة قريبة من أي مدرسة هي مكفلة بكل ما يلزم مدرسة، إذا احترق لمبة احترق شغلة، وحتى عنا تكريم للمتفوقين تكريم. طب قبل التفوق بتساعدون لحتى يتفوقوا؟ هنا شاطرين أكيد، لكن من خلال دورات ربما بتساعدوا. نحن بنحفزهم، بس حاليا دورات ما في لسه حاليا، بس نحن عم نفكر فيها، حتى عم نفكر هلا نحن بالسنة القادمة نعطي مكافأة لمدرسة الشهر، ترشحها المديرة مدرسة الشهر، تاخذ مكافأة شهرية حسب الطلاب اللي عندها المتفوقين، لتكون تقييم له هو عن طريق مديرية التربية،
بالتنسيق مع سيد مدير التربية والمدارس. مباشرة لمدير التربية ولا في مشرفين مجمعات تربوية بتنتموا؟ لا لا، في عنا مشرفين متواصلين معنا دائما، يعني متشرفين المنطقة، مسؤول المنطقة أو مشرفة المدارس وسيد مدير التربية ومعاون مدير التربية، يعني متعاونين معنا بكل شيء. ما مطلب أي شيء من المدارس إلا بيلبونا إياه مباشرة. حلو، يعني يعني مثل يعني بيت واحد، خلينا نقول بيت واحد. بيت واحد، ما في بيت أول وبيت ثاني، يعني هون بيت واحد. حتى يعني رفيقنا أمير فرع والسيد المحافظ ما بيأثروا معنا نهائيا، أي شيء مطلب منهم مباشرة بتلبى إن شاء الله. يعني هذا أملنا وهذا عشمنا. خلينا أيضا نستأنس بمداخلة من الأستاذ فيصل حومد، مشرف مجمع التربوي بسمعان الشرقي. يسعد أوقاتك. صباح الخير. يسعد صباحك، كيف صحتك؟ صباح النور على الأنسي. يا مرحبا. سمعان الشرقي، ما بعرف إذا دويرينة قريبة. قريبة لأنه بالشرق عم يقولوا شرق حلب، هلأ نبول يمكن كان الشمال، ما هي؟ لا تقريبا غرب. غرب. مجمع غرب شمال. إيه هي عم غرب شمال. تقريبا غرب يعني. إيه غرب شمال. وأنتوا هلا سمعان الشرقي ودويرينة تابعة لكم، مشارقة؟ لا. لا. تابعين مدينة. مدينة. مجمع سمعان الشرقي هو من المجمعات الأكبر في محافظة حلب، وهو يعتبر المحيط لمحافظة حلب، حتى امتداد محافظة حماة ومحافظة إدلب، وفي الشمال لحدود منطقة نبل والزهرات، وفي الشرق بعد حدود أدويرينة ومنطقة دير حاصر. أهلا وسهلا. الوضع التعليمي في منطقة سمعان وضع جيد، طبعا بعد تطهير المناطق من فجس الإرهاب التي سيطر عليه في الفترات الممتدة من 2012 حتى تاريخ 2016، تم افتتاح 215 مدرسة تقريبا، حلقة أولى زائد حلقة ثانية زائد ثانوي، إضافة إلى ثانوية صناعية. وفي العام الحالي تم افتتاح شعبة التجارة لتشجيع التعليم المهني في المنطقة. حلو، يعني عم تحاولوا دائما تكونوا يعني بحالة هيك توسعية، خلينا نقول انكم من مدرسة لمدرسة، من حالة لحالة، من حتى نوع من أنواع التعليم إلى آخر. الكادر التربوي صديقتي كان الرديف الأول للجيش العربي السوري. أكيد أكيد. طيب عن هذا يعني الكادر، بتعانوا شيء من النقص بهذا المجمع؟ كيف هي يعني الآلية بينكم وبين المجتمع المحلي؟ ربما إن كان في معاناة لجهة نقص بيعمل مثلا المجتمع المحلي على سده بالتشاركية معكم. الكادر التربوي والتدريسي في منطقة سمعان يعتبر كاملا مغطى بكافة الشواغر من خلال المسابقة المركزية التي قيمت مؤخرا من قبل وزارة التربية. نغطي بعض الشواغر وخاصة العلمية من طلاب الجامعات في المنطقة، نستعين بهم خاصة المواد العلمية الرياضيات والفيزياء والكيمياء من طلاب المنطقة، ويوجد متطوعين أيضا يقدمون خدمة الخدمة في مدارسنا. حلو. والمجتمع المحلي هو المجتمع الرديف للعملية التربوية، ولا يمكن إقامة العملية التربوية إذا ما كان وجود المجتمع، والشعب السوري يمد يده ويدعم العملية التعليمية، وأول من يتأثر هو التعليم، وأول من يتعافى هو التعليم إن شاء الله في سوريا بقيادتنا السياسية والحكيمة بقيادة السيد الرئيس بشار حافظ. أكيد. يعني يمكن من بين المفردات اللي درجت حتى بمعرض حديثي اليوم بالحلقة، حلو حلو جميل حلو جميل، يعني في حالة من هيك بتحس إنه شيء تماما بيكبر القلب، يعني وشي بيكبر القلب هي المشاهد والصور اللي نحن عم نعيشها بالحديث عنا من خلال يعني تواصلنا معكم كمعنيين لجهة التربية، أيضا مع يعني وجهاء بالمجتمع المحلي إن كان بدويرينة إن كان بنبل إن كان بحي المشارقة. فبتحس إنه في شيء هيك إنه يعني مدعاة لأنك دائما تكون بهذا التفاؤل إنه حلو جميل، يعني وفعلا هذا الشيء نحن عم نلمسه حقيقة. فأنتوا كيف عم بتكون النتائج على أرض الواقع؟ يعني هي التشاركية أنتوا بتلمسوها يمكن وأنتوا بتقيموها. طبعا نحن كقطاع تربوي ممثلة للسيد مدير التربية، ومن خلال جولاتنا على المدارس بشكل متتالي برفقة السيد مدير التربية ومعاونيه، نحن متفائلين جدا في الريف عندما نذهب إلى المدارس ونرى تعاون المجتمع المحلي مع هذه المدارس.
في آخر جولة قمنا فيها لاحظنا أحد البلدات تعاون المجتمع المحلي بتركيب كاميرات مراقبة لفلوية لكافة الصفوف حتى يشاهد المدير ويتابع عملية العملية التعليمية عن قرب، وإضافة لتجهيزها كمركز امتحاني. طبعا نحن في الريف يوجد لدينا مراكز امتحانية، والآن نستعد لتجهيز المراكز الامتحانية التعليم الأساسي. طب هي الكاميرات اللي تم تركيبها من قبل أيضا المجتمع المحلي، ما هي؟ المجتمع المحلي حصرا. حلو. وتبرع من الأهالي، كون المدرسة الثانوية هي مختلطة، حرصا على أطفالنا وبناتنا. تمام. ومتابعة العملية التعليمية. يعني هذا الكلام بأي منطقة قلت حضرتك؟ في بلدة الحاضر. ببلدة ثانويات الحاضر. أيوه. حلو، يلا موفقين ان شاء الله يا رب، بنتمنى لهم الخير والتوفيق. طيب من خلال يعني ايضا يعني الاتصال ربما يمكن اليومي ان كان يعني مع المختار محمد احمد حاج جنيد، هذا التواصل اليومي قديش بيسهل عليكم كثير من القصص وبتتجاوزوا كثير من التحديات اللي ربما يعني تظهر او يعني يكون في معاناه منها؟ طبعا الوجهاء والمخاطير المتعاونين في المنطقة السمعان يعني بشكل يومي يتواصلوا معنا ويذللوا كافة الصعوبات التي تعترض المعلمين والمدرسين في الريف. طبعا الريف له وضعية خاصة، خاصة يوجد لدينا مدرسين مثلا كما ذكر السيد مختار دويريني مأمن سكن من خارج المحافظة وتأمين كافة احتياجاته، نقل المدرسين، يوجد أكثر من بلدة في سمعان تقدم أجور النقل للمعلمين للوصول إلى المدارس. يعني أجور النقل يعني ذهابا وعيابا إلى المدرسة يقدموا لهم أجور نقل. تمام. طيب هلا تأمين يعني البنية اللوجستية والبيئة السليمة الآمنة النظيفة بالمدارس من خلال يعني التعاون والمبادرات الطيبة من المجتمع المحلي، أيضا من خلال دوائر مديرية التربية إن كان بالصحة المدرسية وغيرها من الدوائر، يعني بالمتابعة والاهتمام. لكن في أمر جدا مهم وهو أيضا الأمور النفسية، يعني النشاطات عند الأطفال إلى يعني أثر كتير كبير وبالغ بأنه يكون هذا الطفل، هذا التلميذ، هذا الطالب بيكون ببنية خلينا نقول هيك نفسية. تمام. في نشاطات بهذا الخصوص بتشتغلوا عليها؟ طبعا يوجد دائرة البحوث. عم نسمع حضرتك أستاذ فيصل. طبعا النشاطات بشكل مستمر لكافة المدارس من قبل دائرة البحوث والمرشدين النفسيين الموجودين في المدارس لمتابعة حتى الحالات الخاصة بالأطفال، الحالات الإعاقات، متابعة كافة الأطفال في المدارس وكافة الحالات اللي نسميها كون الريف يعني تعرض لإرهاب، وطالع الأطفال من هالجو اللي كانوا عايشين فيه ومشحون بفترة سيطرة الإرهابيين على المنطقة. نتمنى لك الخير والتوفيق يعني أستاذ فيصل حومد، مشرف مجمع تربوي بسمعان الشرقي. لك منا كل الحب من أيضا المختار محمد أحمد حاج جنيد، أيضا من المختار خالد عثمان، من المدرسين، ومنهم في مدرسة أمنتني أمانة أنه سلم عليك، المعلمة سوزان عدرا، فهي يعني بتسلم عليك كتير. عم تسمعني أستاذ فيصل؟ يبدو أنه تعذر الاتصال. بكل الأحوال لك تحيات وسلامات، مشكور كتير، يعطيك العافية. نرجع لكم ضيوفنا الأكارم، يعني شوف كل حدا يذكر بعمله. نعم. شو ما كان نوعه بده يذكر، لكن قد جميل أنه يذكر الشخص بالذكر الحسن، ويعني يكون هيك يعني سيرته عطرة أو أنه يكون حدا هيك ذو سمعة طيبة. نرجع لكم ضيوفنا، خلينا نحكي أكثر
مع المختار محمد أحمد حاج جنيد من الدويرينة. أيضا يعني ذكرتوا حضرتكم أنه مو بس بالمدارس لكم، يعني هي بمرافق الحياة كلها بالحي أنتم عم تشتغلوا عليه، إن كان لشبكات المياه إن كان لشبكات، في تعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص، في شيء هيك اشتغلتوا عليه وكان كتير يعني لازم تشتغلوا عليه، هو إن كان يعني من تمويل من أبناء دويرينة نفسهم اللي هن ساكنين بدويرينة، أو ربما يكونوا من المغتربين أيضا من أبناء سوريا؟ هلا من مغتربين انا بالنسبه لي كحي ما في عندي ما في عندكم ما عندي تمويل، بس احنا من حينا من الدويريني يعني شعب ضعيف شوي وكذا، بس كنا مسكرين يعني مسكرين الاكبر، وفي بعض في بعض الناس يعني بتساهم ميسورة الحي بتساهم على قدر المستطاع، وساهمنا يعني، وانا من الناس الداعمين الاكبر كنت بالموضوع. بتشتغلوا انتم بالزراعه مثلا بدويرينه؟ هل هي تربتها صالحه للزراعه؟ بتشتغلوا نعرف مثلا حلب، انه فستق حلبي، يعني شوف في عندكم مثلا انتم هلا نحن زراعات معينه؟ اراضينا كانت اراضي صالحه للزراعه وكذا، بس صارت عنا نحن بناء المصانع، بناء المصانع صار كثير حولاتنا، يعني هن اخذوا مساحات كثير كبيره من الاراضي اليمنى، مثلا معمل جرارات، مع تجمع الاسكان العسكري، معمل بطاريات، معمل كابلات، محطات الكهرباء، عندنا شو اسمه هذا مركز الصوامع، هذا كله راح من أراضيكم؟ من أراضينا، فضعفت موضوع الأرض ورجعت أجت المنطقة الصناعية اللي سموها جبرين، هي كلها راحت من أرضنا، تمام. فراحت الأرض الزراعية من عنا متوجهين. تعتمدوا مثلا على وظائف دولة يعني هلا اغلبنا نحن تشتغلوا؟ في موظفين، وفي عنا نحن اغلبنا موظفين، وفي عنا اعمال حرة، تمام، في عنا اعمال اصحاب حرة. مصالح يعني ايه اصبح ربما حرة. وربما يكونوا هن يعني اللي عم يعيدوا تأهيلها طبيعي كأيد عاملة، تكون انتم من مجتمع نفسه طبيعي. للدويرين هلا انا عندي تجمع صناعي الي انا، فانا قايم بموضوع الخدمي لهال. جميل جميل هذا الكلام. طيب والمختار خالد ايضا شو بالنسبه لكم انتم بحي المشارقه؟ عندنا حي فيه اصلاح كافه انواع السيارات، يعني من تصويت لدهان ايد العامله موجوده، فايد العامله موجوده، واغلب عمال اللي قاموا الميكانيك هن كانوا بيساعدونا بال شو اسمه بالحاله، اعاده تاهيل او الحدائق، تاهيل الحدائق، تنظيفها، متابعتها يعني، وبيكونوا السباقين يعني. حلو. والتواصل مع الناس يعني اكيد بده يكون في نوع من في مقومات، فانتوا وقت عم تتواصلوا مع الناس يعني عم نتواصل تواصل يومي، تواصل يومي، يوميا تواصل دائم مع الناس. هلا يعني في لجان اصدقاء المدرسه وفي لجان الحي ايضا، يعني وحضراتكم يعني مخاتير، فانتوا على تواصل يعني. نحن كمختار متواصل دائما مع الحي، بس عندنا يعني لجان الحي شوي يعني مقصرين مع الحي، كحينا نحن يعني مقصرين شوي مع الحي، بس يعني في اغلبيه تعمل يعني، تمام. في ناس بتعمل. كمخاتير دورنا كمخاطير هي بالنسبة لتقديم أي خدمات للحي، وحتى يعني مثل ما ذكر مختار، حتى في شغلة يعني إذا كان خلاف بين اثنين بالبناية أو بالشكوى، فنحن بنحاول نوصل الأطراف لبعضها ونحل المشكلة بدون ما تكون تتفاقم. تحضروا يعني بتحضروا مجالس أولياء الأمور؟ حريصين على أنكم تحضروا؟ نحضر دائما، ومن من من نسمع من الأهالي إذا في عندهم أي مشكلة هن ما حسوا وصلوا لنا إياها أو ما اتصلنا، فنحن كمان بنحل لهم إياها متابعة. طيب وأيضا هلا طبيعة هلا أنا عندي بحكي انا عن الحي عندي انا ما في عنا امكانيه تصير مدرسه للبنات ومدرسه نحن عنا المدرسه مختلطه، ونحن ريف شرق يعني ريف
طابعنا طابع عشائري. يعني عنا يعني موضوع الحفاظ وما حفاظ، بتعرفي بنت وشاب وكذا. فأنا بالحقيقة عن من رياضة الأطفال إلى البكالوريا البنت والشاب مع بعضهم. البنت والشاب مع بعضهم، هذا الأمر طبعا تعرف أنت في هالسن في هالكذا، هذا بده متابعة. بده متابعة. لولا أنه متابعين أنا والمعنى يعني هالوجهاء الموجودين واللجان، يكون في جلسات تثقيفيه. ايه طبيعي يعني حضراتكم بتعرفوا نحن ربينا على مقوله المجالس مدارس، خلينا نقول. ايه طبيعي. فوقت اللي البنت بدها تكون يعني عندها ثقافه حياتيه معينه من خلال والدتها، ربما والدتها حتى لو ما كان عندها هي الثقافه، فيمكن تكون مرشده معينه بالمدرسه تنفذ من خلالها ل بعض البيوت، بعض يعني المدارس، فبيكون في كثير من هي الأصص. بالنسبة لي للحي عندي أغلب الأمهات ما اندرست أو واصلت للابتدائي، معناها لازم تعتمدوا هون على المرشدات. اليوم أنا في عندي العام الماضي العام الماضي السنة أول طبية بنت عمي أخذت بكالوريا عنا في دويرينة ودخلت طبية بنت عمي، أما واصلة يعني دوبة صف السادس. طيب ما هذا ما في مشكلة، بس هي طيب أنا عندي ولدين، أولادي كلهم تقريبا جامعيين، بس عندي ولدين دخلوا صيدلة أمهم ما بتعرف تقرأ ولا بتكتب. طيب هي الثقافة الحياتية يعني مدرسة، شو بيقولوا الحياة مدرسة، وهي نفس المدرسة، هي نفس المدرسة اللي خرجتها الطلاب، هي نفس المدرسة اللي خرجت الطلاب. نحن بمتابعتنا هلا في بنسمع احيانا على الفيس او كذا انه الشرطه القت القبض على شويه زعران على ابواب المدارس. هذا الامر نحن ما في عنا منه، هذا الامر ما عنا منه. مضبوطه الحاله المجتمعيه، يعني المجتمع الاهلي واعي، هذا الكلام ما عنا منه نحن. انا بحكي على باب والله ما لنا فاتحين، بس انا بحكي على مدرستنا وثانويتنا وكذا. نحن ما بتتسجل حالات عنا انه حدا يوقف على بواب المدارس او تصير مشاكل ضمن الـ الـ ضمن الثانويه. ما بتسمحوا كوجهاء؟ لا 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 لا, 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 لا ما عندنا هالامر نهائي. تمام. بالنسبه لكم انتم عندكم صفحه على الفيس نطرح فيها كل المواضيع التثقيفيه والاخلاقيه والتربيه والمعلومات واي شيء بهم المواطنين نطرحه. وعندنا تعقيبا على كلامك مش المرشده النفسيه، عندنا مدرسه بنات هي من السابع، فكان عن دور في دور المرشده النفسيه الاجتماعيه كثير مع الطالبات بهالسن الحرج لهم. وبالنسبه لانه خاصه يعني هدول المراهقين يمكن بتاثروا بالمدرسه اكثر. بختار انه مشان موضوع قدام مدرسه، فانا كثير بشكر فرع المرور فكان يحط لنا دراج دائما قدام باب مدرسه بيمنع هي الحالات. وحتى شباب الحي يعني برات الحي بس شافوا المختار عدى بده يتحرك، يعني بتحرك انا بتوقيت دائما صباحا وقت مجيء الطلاب للمدرسه وقت صرفتهم، فهن بيشوفوا سيارتي فكله بالنسبه. حلو هذا الكلام. بكل الاحوال ان شاء الله يا رب هيك يعني ختامها مسك وعنبر، مع امنيات كثير كبيره بانه تكون يعني الامور بدويرينه بحي المشارقه بكل احياء يعني المدن والمحافظات ببلادنا الحبيبه سوريا تكون بألف ألف خير ان شاء الله يا رب. ونحن يعني هلا عم نتوسم خلينا نقول الخير بأواخر شعبان وأوائل رمضان، فإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين ورمضان كريم. نتمنى لكم الخير والتوفيق والنجاح، وهي الأمنيات أكيد بدها عمل، وأنتوا أدى وقدود يعني من خلال الأمل بالعمل. السيد الرئيس قال العمل أمل بالعمل، فالأمل بده عمل. أكيد. تمام. فنحن بدنا نتأمل بدنا نعمل. أكيد هذا الكلام. شكرا لحضرتك المختار خالد عثمان من المجتمع المحلي بمدينة حلب حي المشارقة. شكرا. أيضا المختار محمد أحمد حاج جنيد من المجتمع المحلي بريف حلب من الدويرينة. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. انا الاب الروحي عندنا بالحي المشارقه استاذ حسن كعكي والسيد المحافظ وغني فرع والدائره الخدميه مجلس المدينه ما بيقصروا معنا بالحي دائما يعني. شكرا لك. شكرا. ونحن نتشكر كمان السيد الوزير
التربية والسيد مدير التربية الأستاذ مصطفى عبدالغني والأستاذ فيصل حومد وحتى المدراء المدارس اللي عنا ومنهم المديرة إلهام ساعد اللي كمان ما عبقصروا بتلبية أمور الطلاب ومتابعتهم وتأمين المدرسين. ومنطلب من الجهات المعنية بحل مشكلة المواصلات للمعلمين. يعني أنا بحكي عن هي مشكلة عامة. معلش هي مشكلة عامة لكل الموظفين. يا أخي نحن إذا طالبين مسار التعليمي يستمر ويتحسن لازم نحل مشكلة النقل للمعلمين. أنا أمنت لهم أو ساعدتهم في منطقة ما والقرية الثانية ساعدت في منطقة ما وحي من الأحياء ساعد ما. بس باقي البلد ما عم تساعد والمعلم اليوم الحلقة الأضعف. نحن نأمل أنه تنحل مشكلة المواصلات في أي طريقة من الطرق. نتأمل هذا الأمر. بقى. شكرا لكم. شكرا والشكر أكيد موصول لكل مشاهدينا عبر التربوية السورية. من الآكون على خير بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم لنتشارك معاً.